بنسمعها في الدروس والعظات اللي موجودة في كتير جدا من جوامعنا للأسف، إزاي إن المشركين في زمن النبوة كانوا بيعايروا المسلمين وبيقولوا لهم إن الوثنيين الفرس انتصروا على المسيحيين اللي هم أهل الكتاب، وده أحزن جدا المسلمين إنه أهل الكتاب يهزموا أمام الوثنية. شوف عظمة هذا الدين، شوف إزاي مجد هذا الدين الذي يربط النبوة ويربط الإسلام في قالب واحد وفي سلسلة واحدة، لا يرى فرق ما بين أهل الكتاب سواء كان التوراة أو الإنجيل وما بين القرآن الكريم. عمرنا ما فكرنا إزاي في سورة الروم البشارة هو بانتصار المسيحية على الوثنية، عمرنا ما فكرنا أن انتصار المسيحية كان بشرى للمسلمين في عهد النبي محمد، إزاي إن هذا الانتصار المسيحي يصير بشرى يفرح بها المؤمنون ويبشر بها الله أتباعه من أتباع الدين الإسلامي وأتباع النبي محمد. بل مش بس كده، ده بيقول يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نصر من؟ يعني انتصار الروم المسيحيين يا رب على الفرس الوثنيين يا رب هو انتصار لله بهذا النص القرآني. لما تيجي تفكر وتتأمل إزاي سورة الروم دي بتؤكد مجد التسامح في الدين الإسلامي، وبتؤكد أيضا عظمة هذا الدين في رؤيته لأتباع الكتب السماوية المختلفة، إزاي إن إحنا نفرح للمسيحيين بهذا النص، إزاي هذا الإسلام يفرح بأهل الكتاب بانتصارهم على الوثنية في هذا العصر المتقدم من التاريخ في عصر النبوة. مجد التسامح الديني وربط الأديان السماوية كلها في حلقة واحدة من إبراهيم النبي إلى محمد النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقد أن أصحاب الديانات السماوية كلها لازم يتأملوا سورة الروم عندنا. وأعتقد أيضا أن المسلمين الذين يصلون في المساجد ليلا ونهارا والذين يجاورون المسيحيين أخواتهم ليلا ونهارا لازم يفخروا ويفرحوا بهذه الآيات العظيمة اللي بتقول أن انتصار المسيحية على الوثنية هو انتصار أيضا لهذا الدين وبشرى لكي يفرح بها المسلمون. إحنا عايزين نتأمل سورة الروم، وعايزين ندرس لما ترجع تدرس بقى كده الروم دول كانوا بيؤمنوا بإيه؟ كانوا بيؤمنوا بنفس هذا الشكل الذي يؤمن به المسيحيون في كل العالم اليوم، الشكل الذي يرى أن الإله الواحد له صور متعددة ومختلفة في هذه الثقافة وهذه العقيدة المسيحية، ومع ذلك لم يرى القرآن سوى أن نصر الروم هو نصر لله أيضا. الأمر اللي خلى سيدنا أبو بكر نفسه يراهن الكفار على تحقيق هذه النبوءة القرآنية بانتصار الروم وفرح المسلمين ضد كفار قريش ورد الصاع صاعين بهذا الفرح العظيم، أن ينتصر الدين السماوي أولا وأن تتحقق النبوءة القرآنية ثانيا في سورة الروم. سورة محتاجين نقراها ونشوفها ونتأملها، وتفاصيل كتير في كواليس التفاسير القرآنية بتبقى كتير غايبة عن الناس وما بنسمعهاش في جوامعنا وما بنسمعهاش في التفاسير، وربما لأن في ناس أرادوا لهذه التفاسير أن تنجرف بعيدا عن اللحمة الوطنية المطلوبة ما بين عناصر الأمة والمواطنة. افرحوا بنصر إخواتكم، افرحوا بهذا الجوار، افرحوا بهذا الربط العظيم للأديان السماوية في حلقة واحد. الصالون ده قلت لك هيدهشك.